ذات الشمس معي أنا أماني. وجود الناشطات السوريات وحضورهم بمختلف المحافل السياسية والاجتماعية والإنسانية ما له موضة جديدة مثل ما بيفكروا البعض. وإذا منطلع على التاريخ السوري رح نلاقي نماذج كتير فاعلة ومؤثرة بمختلف الأوساط، مثل نازك العابد يلي كتار منا بيسمعوا فيها بس ما بيعرفوا شي عنها. نازك العابد هي أديبة وناشطة سياسية سورية من مواليد دمشق سنة 1887. تربت ضمن عائلة متنورة ومثقفة، وقدرت من بداية حياتها بفترة شبابها أنه تنشر العلم والأدب بكل مكان كانت موجودة فيه. نازك العابد كانت متقنة للغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. حصلت على تعليمها من عدة مدارس بدمشق، وبفترة لاحقة انفت عائلتها لأزمير التركية نظراً لمواقفها ضد الاحتلال العثماني وتابعت تعليمها هنيك. وبالإضافة لتعليمها الأساسي تعلمت فن التصوير والعزف على البيانو، وكان عندها اهتمام كبير بالتمريض والإسعاف. وقت رجعت من منفاها بلشت بالكتابة بعدة صحف مثل لسان العرب والعروس، وترأست جمعية نور الفيحاء لمساعدة ضحايا الثورة السورية الكبرى، كمان شجعت على حق المرأة بالانتخاب. هذا كله كان بمرحلة زمنية مبكرة وقت كانت سوريا لساتها تحت وطأة تأثير الحكم العثماني. وبزمن الملك فيصل انمنحت نازك العابد رتبة نقيب كرتبة عسكرية فخرية بالجيش نتيجة مواقفها البطولية والوطنية، وكانت واحدة من الفرقة اللي شاركت بوقفة ميسلون بقيادة وزير الدفاع يوسف العظمي. ويقال إنه وقت توفى يوسف العظمي كانت هي اللي عم تحاول تسعفه. ودخل الجيش الفرنسي لسوريا، وكمان ما وقفت نازك العابد مكتوفة الأيدي. بلشت تنظم مظاهرات للفتيات السوريات للتنديد بالانتداب وكل أشكال التدخل الخارجي، وظلت تجاهد بالسر والعلن لحتى سكرت لفرنسا مجلتها ومنعتها من إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات. فقررت نازك العابد أنه تتجه للمقاومة السرية، وكان إلها موعد مع النفي مرة تانية بسنة 1922 وقت أبعدتها القوات الفرنسية لإسطنبول لمدة سنتين. وقت رجعت تابعت نشاطها بالمقاومة ضد الفرنسيين، بس هالمرة كانت تحت المراقبة، ونتيجة لهذا النشاط تم نفيها مرة تانية بس هالمرة على الأردن. وبالأردن بلشت نضال من نوع تاني. جان دارك العرب مثل ما تلقبت قامت بنشر أسباب الثورة السورية وملابساتها، وحكت عن حق بلادها بالحرية والاستقلال بكل جرأة واندفاع. وبعد نهاية مدة النفي رجعت على سوريا ليتم فرض الإقامة الجبرية عليها بإحدى ضواحي دمشق، وخلال هالإقامة بلشت تشتغل بالزراعة. هون تخيلوا الفرنسيين إنه نازك العابد اعتزلت العمل الثوري بالفعل، بس أكيد لا، لأنه نازك العابد كانت واحدة من ثوار ثورة 1925. وبعد زواجها انتقلت لبيروت وتابعت عملها التنويري هنيك، وأسست عدة جمعيات مثل ميتم أبناء شهداء لبنان وجمعية المرأة العاملة. وتوفت نازك العابد ببيروت سنة 1959 عن عمر 72 سنة، قضتها بالجهاد والعمل النافع والدفاع عن قضايا بلدها، وكانت رائدة بالبطولة والتضحية والشجاعة والحكمة، وتركت مسيرة نجاح بتخلينا اليوم نحكي عنها ونخلد ذكرها كوحدة من بنات الشمس السوريات. بنات الشمس معي أنا أماني.